السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق كتاب الدايبت اللغة الإنجليزية لياء الصف الثالث الإعدادي الترم الأول عام الدراسي 2024 صفحة 55. محادثة: أمجد is introducing himself to نادر. أحمد بيقدم نفسه لنادر. Hi, my name is I Amjad. مرحبا، أنا اسمي أمجد. Hello، سأله سؤال، قال له I am okay، أنا بخير. Thank you، شكرا لك. يبقى السؤال How are you، كيف حالك؟ بعد كده قال له It's nice to meet you، من الرائع ان انا اراك. هي الرد عليها برضو Nice to meet you، سعدت بلقائك. بعد كده سأل سؤال، قال له I live in Giza، انا بعيش في الجيزة. بأين تعيش؟ يبقى Where do you live، اين تعيش. بعد كده سألت المواقف. السؤال الاول You are with your father، انت مع ابيك. You meet a friend who your father doesn't know. انت قابلت والدك واللي هو مش عارفه. يبقى انا كده اريد ان اقدم صديقي. هتقدم صديقك لوالدك. هتقول مثلا I'd like you to meet my friend. انا اريدك ان تقابل صديقي، واكتب اي اسم مثلا هكتب هيك. السؤال الثاني Your new manager asks you to introduce yourself. المدير الخاص بك طلب منك ان انت تقدم نفسك. يبقى تبدأ بتقول I am واسمي. اكتب مثلا I am احمد، انا اكون احمد. ممكن اقول My name is احمد، اسمي يكون احمد. You are with your uncle، انت مع خالك. When you meet a school friend، لما قابلت مع صديق المدرسة. Introduce your friend to your uncle، قدم صديقك لخالك. يبقى I'd like to introduce my friend. اسم بقى مثلا اي حد، عمر مثلا. انا اريد ان اعرف صديقي عمر، او اقدم صديقي عمر. بعد كده اسئله الاختيارات We are all proud space the great work we have done. احنا كلنا فخورين بالعمل اللي احنا عملناه. يبقى proud بيجي بعديها حرف الجر of الجبليتر ايه. السؤال الثاني We are having our an space meeting our company next week. احنا عندنا اجتماع مع الشركة الاسبوع القادم. هتبقى ايه؟ فورمال، اجتماع رسمي. طب تشوف اكسايتد، متحمس، اوف الفظيع، فورمال رسمي، فيمس مشهور. لا، يبقى فورمال رسمي. دي جابه لترسيم. السؤال الثالث Our an space usually has very strong walls. المكان ده فيه كثير من الحوائط القوية. القوية يبقى كده الكاسل، قلعة، لأن ريفر نهر، أوشن محيط، و ريفر نهر وريفر ده اتنين ريفر، تمام، اتنين محذوفين، أوشن نهر، أوشن محيط، وكاسل قلعة. يبقى الكاسل قلعة هي اللي لها حوائط كبيرة وقوية. بقى كده صفحة 56 He never comes to work on time. He is always lazy. He never comes to work on time. هو لا يأتي إلى العمل في وقته. He always lazy. يبقى further more الإجابة لتر B. السؤال الخامس He has lost much money. وفقد كثير من المال. He is still very rich. ومع ذلك هو لسه غني. يبقى مع ذلك however الإجابة لتر D. بعد كده السؤال السادس We need help and support to space the project. نحن نحتاج إلى مساعدة ونكمل الدعم ونكمل المشروع وندعم لتكملة المشروع. يبقى complete الإجابة لتر B. السؤال السابع I am feeling very tired. أنا أشعر بالتعب الشديد. Why don't you space a rest؟ لما لا تأخذ راحة؟ A rest بتاخد have، يبقى have a rest، لما لا تأخذ راحة. بعد كده السؤال الثامن The Eiffel Tower برج إيفل is one of the amazing tourist space in Paris. هو واحد من عوامل الجذب السياحي في باريس. يبقى attractions الإجابة لتر دي. بعد كده السؤال التاسع To space I'd like to express my deep thanks to every one of you. ماشي، أنا أريد أن أعبر عن خالص شكري لكل شخص في مجموعتكم. يبقى في الختام To conclude الإجابة لتر سي. السؤال العاشر You usually use space language with friends and family. أنت عادة بتستخدم اللغة إيه؟ اللغة إيه مع أصدقائك وعائلتك؟ اللغة الرسمية informal الإجابة لتر إيه.
السؤال 11، مستر محمود is helpful، أستاذ محمود هو متعاون. In space he is a hard worker، وبالإضافة إلى ذلك هو عامل مجتهد، يبقى in addition الإجابة لترديه أو بالإضافة إلى ذلك. السؤال 12، to space this is a clever plan to follow، to A هذه هي خطة جيدة للمتابعة. هنا بيقام يصبح let يعني يسمح، مين يعني سامورايز يلخص، يبقى لتلخيص الفكرة كلها ان الفكرة رائعة، يبقى الإجابة لتر دي سامورايز. السؤال 13، the two men treated the poor children space much kindness، ان الراجلين اتعاملوا مع الاطفال الفقراء بشكل في طيبة وعطف، يبقى وز الإجابة لتر ايه.